ايه والمعلمة تحب صوتي. ايه برفعة العلم تقول لي أديبة طلعي، ايه أنت اللي تقرين رفعة العلم. زين. أنت النشيد الوطني أنت اقري، حلو. صوتك حلو أنت اقري. زين. أقوم وأقرأ رفعة ايه العلم. ايه يقولون سكتوا أديبة دا تقرأ رفعة العلم. ايه النشيد الوطني. حلو. يحبوني كلش، لأن أنا إنسانة مسالمة، أحب كل الناس، أحب زميلاتي، أحب معلماتي وأحترمهم. لليوم؟ لليوم. أكو صديقات ظلن يعني صديقاتش اليوم يعني كنت أواصل بيناتكم بعض ال... إي نعم نعم. لليوم؟ لليوم. يعني غشيتي في اليوم بالامتحان؟ لا أبداً. أبد؟ أبداً أنا أغششهم. أنت تغششيهم؟ نعم. أي اللي غش واللي يطير هاي نفس الشيء. هو نفس الشيء بس خطية. أقول خطية. خطية؟ إي إي هم يعتمدون علي يقولوا لي أنت عندك بيا مادة كنت كل الشاطرة بحيث كلها تعتمد عليك بهذا الامتحان. تاريخ. التاريخ. وجغرافيا وعربي. حساب لا. أها. كلش صفر بالحساب. لا لا حساب لا بس تاريخ وجغرافيا وعربي. الملوية وين صايرة؟ سامرة. زين. البرتقال وين؟ بعقوبة. بعد شنو؟ السياب وين؟ السياب بالبصرة. بصرتنا الحبيبة. زين. كنت تقنعين المعلمة أو المدرسة بطريقتك الخاصة لما تسوين أي خطأ بالمدرسة، عندك في الطريقة تخلين المعلمة والمدرسة تسامحك. أغني لها. بس أغني لها تعفي عني. شو تغني لها؟ أغني لها المائدة نزهت، أم كلثوم. بالله شنو نسمع؟ يلا أنا اليوم أريد أسامحك. يعني مثلاً أغني لها المائدة نزهت. قالوا حلو كل الناس تهوى، محبوبي ودليلي دوم وياه، سهرني الليالي ومعذب أحوالي، ناسيني يا ويلي شلون أنساه. الله الله الله. تقول عفيت عنك روحي.